السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة محمد، والنهارده فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش باللايك. النهارده بقى عملنا أكلة كده ايه سريعة تخش المطبخ في 10 دقايق كده تخلصي بسرعة، لأن الحر فعلا الجو صعب جدا. أكلة بقى حلوة تنفع لغدا، موفرة جدا وتنفع برضو العشاء. هتلملمي كده الحاجات اللي عندك، بواقي فراخ، بواقي اي حاجة. هنمشي مع بعضنا خطوة خطوة الفيديو ده وهنشوف عملناها ازاي. اول حاجة هنا جبت بولة حطيت فيها كوباية من الزبادي، وهنزل عليها بكوباية من الحليب. تمام، الزبادي اي نوع بلدي زي اللي انا استخدمت المراعي. نص كوبايه من السمنه هتكون سايحه طبعا، كده كده الجو حر واكيد هي بره الثلاجه يعني هتبقى سايحه. نضرب 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 الخليط بتاعنا كويس جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا مفيش اسهل من كده، يعني دخلتي كده في ثواني عملتي احلى اكل. تمام، نزلت بمعلقه البيكنج باودر، انا كنت فاتحه البيكو فهو هتعتبر تستخدمي بس معلقه صغيره بتاعه الشاي، وهنعجبه تاني ونضرب نضرب 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 نضرب. وادينا اهو قلبناه تقليبه كويسه كده، كل الخليط مزج في بعضه كويس جدا. الخليط ده اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا. جبنا صينيه دهنيها سمنه، اي صينيه بقى عندك، مدوره مستطيله اي حاجه، صاج مفيش اي مشكله يعني. تمام، هنا بقى كان عندي زيتون، وكان عندي بسطرمه، وكان عندي بشر جبنه رومي مبشوره، وكان جبنه شيدر. بس طبعا انت ممكن لو مش موجود عندك الحاجات دي، احنا قلنا هي اكله موفره، عندك صدر فرخ هتقطعيه وتحطي عليه بصلايه وفلفل الوان او فلفل اخضر وتشوحيهم تشويح بس وتنزلي بيهم اي حاجه عندك. صدق متوفر عندك، جبن ممكن تعمليها بجبن بس. تمام، يعني ما توقفيش نفسك على حاجه، انت دخلتي كده عملتي اكله في ثواني وبجد طعمها كان رهيب. تمام، هبتدي بقى اخد، انا بلف الجلاش على طبقتين ورقتين عشان ما يطلعش غيف قوي. حطيت زي ما انتم شايفين الجبنه الشيدر، وعليها من فوق طبقه كده بسيطه من البسطرمه وزيتون وجبنه مبشوره اللي هي التركي. تمام، عايز تحطي موتزاريلا مفيش مشكله، بس انا ما كانش عندي. وهنبتدي بقى اهم حاجه ندهن الجلاش بتاعنا بالخليط اللي احنا عاملينه. هو السر كله في الخليط، هيدي طعم، هيدي طراوه، هيخلي الجلاش معاكي منفوش. طعمه عايزه اقول لكم بجد حكايه ومشبع جدا، عشان ما تقولوش مثلا ده جلاش مش هيشبع ومش، طعمه فظيع وحلو ومشبع جدا. هبتدي بقى ارصه بالصينيه، انا عملته شكل حجاب، عايز تعمليه رول وبعد كده تقطعيه مفيش اي مشكله، الشكل اللي انت عايزاه اعمليه. تمام، اديكم اهو شايفين الرصه اهو زي ما انتم شايفينها واضحه قدامكم. اي حاجه عايزه تشيليها وتحطي مكانها حاجه برده ما فيهاش اي مشكله، مفيش اي حاجه هتبوظ منك. تمام، اهو اديكم شايفين كل حاجه واضحه اهي قدامكم. بجيب بقى الخليط بتاعي، اهم حاجه ان انا بشربها كويس قوي من الخليط بتاعي. تمام، هو ده يعني المكون الاساسي بيدي طعم الرهيب بقى بتاعنا. بجد والله الموضوع فعلا ما خدش معايا اي حاجه، انا عملت نص كيلو جلاش، اللفه دي كانت نص كيلو، عمل معايا كميه حلوه، عمل معايا صينيه كمان غير الصينيه دي، بس ما صورتهاش لان احنا كنا مستعجلين، والتانية كانت دخلت الفرن بعد دي، عملتها حتى جبن بس. وبعد ما خلصتها بالشكل ده مسكت بقى الخليط بتاعي، ان اهم حاجة ان انا اشرب الجلاش من الخليط بتاعي. تمام، زي ما انتم شايفين الوش كله مسحته كده بالخليط، وهدخله على الفرن على درجة حرارة 180، هياخد معاكي بالظبط 10 دقايق، 5 دقايق من فوق وخمس دقايق من تحت، وبقى معاكي احلى وجبة في اقل من 10 دقايق. وبألف هنا وشفا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.